مشاهدينا الكرام، ها هي سادس أشواطنا، انطلق بهذا الشوط بهذا التحدي بهذه الإثارة المتميزة هنا على أرضية هذا الميدان. وشوطنا السادس خاص بالقعدان، هنا أيضا ثالث أشواط القعدان. نسير معكم هنا مع أيضا الشفاف عمر بن معيوف بن سلطان المطيوعي المنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. يأتي متعب العبيد بن محمد بن علي بن القريني المنصوري، وهنا أمشق العلي بن مسر بن علي لخييلي، وهناك مثير العبد الله بن حمود بن ياسر اليحافي، وخامس مراكزنا أدهم يحيى بن الصغير بن قنون بن إرادة لقتبي من يأتينا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة بالتحديات خلف المراكز الخمسة الأولى، أيضا أسامي تتواجد بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. نعود إلى الصدارة وإلى التغيير الذي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. مشج من غير على صدارة وعلى المركز الأول العلي بن مسر بن علي لخيالي من انطلق بصدارة هذا الشوط، وبالمركز الأول يأتينا هناك متعب العبيد بن محمد بن علي بن القريني المنصوري على المركز الثاني في هذا الانطلاق، وعلى المركز الثالث الشفاف عمر بن معيوب بن سلطان المطيوعي من ينطلق هنا على ثالث المراكز، وعلى المركز الرابع والقادم هنا أيضا شداد القادم في هذه اللحظات كاسب بن خليفة بن سيف بن كاسب المسافري بأول ندى، وهناك مثير العبد الله بن حمود بن ياسر اليحافي. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. هذا الانطلاق منتصف المسافة غادرناها 1500 متر انتهن، و1500 متر ما تبقى هنا، والصدارة مع مشجي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، سيطر على زمام الأمور علي بن مسر بن علي الخيلي طلقا على الصدارة على المقدمة. المركز الثاني متعب على المركز الثاني عبد عبيد بن محمد بن علي بن القريني المنصوري هنا منطلقا على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث ياتي الشفاف العمر معيوب بن سلطان المطيوعي على ثالث المراكز. هذه هي الثلاثية الجميلة، أرى وصول هنا في هذه اللحظات من صايب سلطان بن راشد بن رويقدة لقتبي قودم، وهنا شداد جاسب بن خليفة بن سيف بن جاسب المسافري أيضا قودم بتحدياته. يا سلام، وهنا التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة من متعب من انطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول عبيد بن محمد بن علي بن القريني المنصوري من غير على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق. ياتي مشجي علي بن مسر بن علي الخيلي ثانيا ثالثا صايب السلطان بن راشد بن رويقدة لقتبي من ياتينا على المركز الثالث ويتسلل إلى ثاني المراكز، ولكن متعب على الصدارة على المقدمة بدون أي أوامر هنا منطلق بالمقدمة. متعب العبيد بن محمد بن علي بن القريني المنصوري شاعرنا المميز هنا. السلام يتجه لأهالي الفقع بهذا الأداء الجميل. يا سلام، ها هو تشاهدونا هنا بانطلاقته وتحدياته بدون أي أوامر تذكر هنا. متعب عبيد بن محمد بن علي بن القريني المنصوري، سلام للفقع، سلام للفقع، سلام على هذا الأداء المميز الجميل بدون أي أوامر. تذكر هانينا وناموس ولحظة وصوله إلى الفوز وإلى الناموس المركز الثاني. أتانا مشاهدينا الكرام صايب السلطان بن راشد بن رويقدة لقتبي، وهنا ياتي مكلف محمد بن سعيد بن هلال الخاطري، ومياس عبد الله بن خليفة بن شاهين لغفلي، ومثير عبد الله بن حمود بن ياسر الجحافي خامسا، والتوقيت الزمني
أربع دقائق واثنين واربعين ثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدامه هنا متعب عبيد بن محمد بن علي بن قرين المنصوري هذا الفوز الجميل.